الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يمرغد باش أدنقر أمس ليلهان والدرس نغ بفضل الله وبرحمته نغتيد نكمل أفوي العاين نغ أمس ليلهان نغ الكلمة الطيبة نغ لبون بارول ذيك تذنشتكي فادن هذر بفضل الله وبرحمته. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يمرض باش أدن هذر أمس ليلهان أدن السفغ جلسة ونا أين يلهان أين أري شرهن وينك نغمد نهدرك نغ أين دي السيسن لهنا دينا ديوين الصلاح للعباد دينا ديوين الصلاح للبلاد. كيف مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرض قويس عزيزا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني قرأ أهذر ثد القول السديد ذم سلاي إديبوي الحال سوى سوى كان رديفا أريد زاد شوية ذيكس ولا نقص ذيكس شوية أذي وضع المقصد دينس أذي سوى يتسمى المقصد الكلمة أريد زاد شوية ذيكس أريد نقص ذيكس. سبحان الله ما دلنا ما كنا نقارن كنا ذي اللهجة العامة سير مجور ذو جيم قرن القول السديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أذي يخدم الصلاح أني غير قصد ذاك نيغ أدي ويغوم سلايني أردي تسجيل كرا أري سنقاس كرا خبزرت كان يتمثل المعنى إمي دينا غمس ويقين سيدي ربي سبحانه وتعالى أدي قر خدم الثلقيذ إيل سونون باش أوني تصرو حارة ووي أوني تزادر كرا قوان زيادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا خزرت ويذاك نيغ يكتب عن أي قدينا كسيدي ربي معناه إمدينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أذي خذم العبد الحجاب إجرس ذا الغضب من سيدي ربي إجرس جهنم إجرس ذوين أنيهرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يخرد وقول قولا سديدا غس القول السديد ما في دين العبد يتكيز داخين التقوى يتكيز داخين التقوى ولكن خصيفيد باش يعني أنظر باللي أين دي فغند قمي العبد ذين دي سوين الصلاح ذين أديوين أين الهاني ثو ذارثن بلادم وماذا قلت لك شينا تفعض فخذ القذي يلسينك تسفغ دين قيا قند قمي خزر مكيد يقار يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أكي صلح سيد ربي الأعمالين كمرة خرقوين أثر النرض دي فغيلها خرقوين أثر القمضة دي ذياب خرقوين أثر قدم المرة ديوي ذي الصيحة أردوي وذك يعفو سيد ربي سبحانه وتعالى الدنوبين التغيث مثل الكلمة إذ مثل مشيد المعنى أماكن القرن كلي ذا بحرين دي فغن دقمي العبد ولكن ذي المسؤولية ولكن إلى قد يعقل الإنسان بلي الكلمة ذي الأمانة أذي يسعو الإنسان تسعو المسؤولية الذافيس ما تديني أقبل أن تقل سواوية أقبل أن تقل سواوية ذكتك تحكم عنديس ما أجبك في الدين ما أجبك في تقرر ولكن ماذا قال يفتي فقد ذكميك ذوالني كحكم يتسمى أتخذ عض إيوا وينينك ماذا يني الهال محدش فلك تقفيض ماذا قال ذين ندير محدش فلك تقفيض إذن أقبي في الدنيا هي قسع قيض باللي إذا كنت يحكمن ولكن ماذا قال ثني طيد إذن تسانيك يحكمن وماذا الفضلينك بدات شخصيا ماذا قال ثني سرق دل فضل ثني ذا سوى بعض نظن محدش فلك تثب عضك أنك تسوف وراء ولكن ماذا جيت صغار غور كان ما زالك إذا كنت معلم ذيس ولكن ماذا قال ثفغا كافوس أتسب عض وإنك كاتحلي رضك كاترفضني وقرويك باش أو تسوف وراء مولاش دالا اكدوا اينو نيهرا اذن اي مثل الكلمه ذين يسعان ازاي ام قرحان خزرت كان سبحان الله اين العايم الرضي دوني ثكو ذي دوني ثي دونا فيوت الكلمه ما ثفنو ضخام اخام تمسدوغ ثيك نغاين فغوض المشروعات خدمت ولكن ما حدش ما ذي لي السم زوارون يفاد هضر الى قال خدمك اول دائما يتسير اذا مزوارون ام كل الخير اللي اللي ندي دوني ويزمر ذي اللي غنا ذوا الا مزوارون ام كل بعيد غنجر بين جرمونين الفتنه غير قيفن دوني الحرب العالميه ذواي اوا يا مزوارون ذوا يدي في ذندكس ذوا مكين بعد يروح الدوني مره اذن اي مثلا وإلا قال أذن استهزين قوانشتاقين إلا أصنع قيب اللي ذي المسؤولية في العبد ماذا قال ذي العالي ستزين في فافيس ماذا قال ذي ليس ستزين في فافيس وش مغدي في كاسي ذي ربي الخالق سبحانه وتعالى اللسان
يرسنغي واش مثل ديفكا ترى ما يفكا خيد باش نحكو الغيبة باش نحكو النميمة نسوي ذكوة غروة نزرع الفتنة قال الغشي نزرع البغض الحسد الكروح قال الغشي غفيا كيف يخدي فكا النعمة ننطق باش هذا نصندق لا يفكا خيد باش هذه للصلاح انت نتفهم ذكوة انا نقص العيب هذا ندوني ثمرة اولا وقبل كل شيء اتزر سيدي ربي كي دقيقة لا تذكر سيدي ربي للذكر اولا ارسيك اتستخدم الذكر سيدي ربي سبحانه وتعالى اولا تلاوة القرآن أصغر القرآن الكريم ومن كل الكلمة أصغر القرآن الكريم تصعد 10 حسنات في الناس من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف يوث الكلمة تصعد 10 حسنات أتسر إلسيك التسبيح التحميد التهليل التكبير إيوان شتاقي غاية مثلا من إميد في كسيد ربي سبحانه وتعالى إلسونا إلى أنا أقل المجالس الذكر باش تحضر مره الدر العيب هذا في فريد سيدي ربي مره تدرسنا القرآن الكريم مره تدرسنا السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مره تدعوض أرو فريد سيدي ربي تصويض العيب هذا أرو فريد سيدي ربي خطر ذي لسيه خطر أقبل الذي يهضر العيب هذا وزر القيمة ينسو تزري ذرا ولكن ماذا قال يفاثي اللي ديميسي يهضر القيمة ينسى تزفان عند أتزفان مكثلة والقيمة ننسي ساكن مرد يندق إما غتسرف ذي مانيس وإما غتصب ولكن تصغي مرد قم كان ننس إذن أمسلي العالي يسلي ذي القيمة قم ذان ومسلي النظن يتصب ذي القيمة ينس أي مثل وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مرد ذعوض غالو ذريديس سيد ربي غاك ديفك الأجر ذي الحسنة خزرت كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمكي سينا لعلي بن عبي طالب ينس لا أن يهدي إن الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خزرت كان يعني يون للعبد ماذا قلت هذا ذي غالو ذريد سيد ربي أذي خير قوان سيد الشرقية تلحش ماذا قلت يغير أنشتا كيف يدي تسخرق يرسل العبد أي مثل خزرت كان الإنسان مثلا يستخدم باش أتقضوا تغاوسي منك تخدم ذلك الشغالي ولكن الشغالي كان يتخدم بالكلمة الطيبة وتتخدم ذلك شوية سلفوحش التفحش ذي الكلام إكره سيدي ربي غنشتاقي أتقضوا تغاوسي منك وتخدم ذلك الشغاليك سلكلمة الطيبة أكي جعل سيدي ربي فاركا ذكوينك اللي تخدم ذلك وذاك يسدوم إنك نفيت يحوظك أكي غيث مثلا الكلمة الطيبة تستخدم باش أتصيح ذكار الغشيم باش تزرع عين العايق الغشيم باش تزرع المحبه باش تزرع الخير باش تزرع الفرح ذي القلوب قلوب قلوب العباد باش تكسدي خيق وين يسعان الهم وين يسعان الغم الساقين ذي العصر إيه نسعيش نكون انت ما قايل العالم ذا شو يقلحون ديك تو المون دي ستريسي يقول الخيق الضيق ذي الخيق دخل قوي وين العباد ذا رمي ولاش انت شلهي العبد راه تسقسي تنظم كثر هذا كينقي الحمد لله الباقي نظن مره من كل يوم دشيت شغفن من كل يوم دشو الهم ذي الغميث يغن ولكن يتحوج الكلمه الطيبه امس لي الهان ريكسن الخيق ريكسن الطيق ريكسن الخيق ايوا ايوا يقيت مثلا يمر ديفكا سيدي ربي سبحانه وتعالى يلسونا القران الكريم يهضر يتسائل راه دي قار سيدي ربي ديس ام ادب باش نهضر اين العايه ماشي دي قار وين غادي يقن سبحانه وتعالى يقرد وقولوا للناس حسنا اهضر في العباد اين العايه وقولوا للناس حسنا وما ديني للناس معناه ماشي دين شي من كان اكن يفغوي لي ديني سكن يفغوي لي الصفه سكن يفغوي لي اللوني نسنغ ثمورتي نسنغ رسليس ذي العفذ ما كنتش نغذ ميسن ادم هضره سين العي وقولوا للناس حسنا يقرد سيدي ربي قبيس وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان دي الناس اللي العيف هذه ذقي ضمير المخاطب ذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ادخر امس لي مره العي نك اتسعد شوي نساد السفغه ينتفغي ذا في دينه اتي السفغه شوي نيلان أكاكي وقولوا للناس حسنا خزرت كلمة ديننا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين على خطر الشيطان ذا شيك صرجو يصرجو باش هذه السفغة العبد مثل يندري الفيري لسيك تغيمة إذن إنسان ذي أخي وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم خزر الشيطان شو بدينا ينزغ بينهم على خطر إما غدي تسمر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى غدي تسوري ديني يا بني آدم كي غدي تسوي أغدي سمكثي باللي سفافتنا آدم سفافتنا كي غدي تجني إذن دث مثل فقي أكيث مثل إذن أغدي تذكر سيدي ربي باللي العيفة ذن دوني دث مثل غسل إنشي من دث مثل أكثر إنما المؤمنون إخوة ولكن أكن يفغوي للعف ذي مكشيني ذات مثل ذي مثل من آدم أسنى هذار أين لها وما دينية بني آدم يسمك ثي يغديس ويسمك ثي يغدى دي قار إلا قسيم ذات مثل إلا قل الأخوة نغتقم كلكن ذات مثل دي آدم يلقى تقم الأخوة
كيف مثلا والمقصود ما دين يا بني آدم المعنى سادي قرب غوروث الشيطان دي السفغن فافثون آدم غوروث ذوني أوني يغضر ثقما سقل أنا كقرون أه؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إن دغور وثذا كن يفتن الشيطان مولش أو يغضر ثق ما تقول لنا كيهرون ذرون آدم ذث مثلا مغروة الشيطان يزمرون أو يزمر أذا ون يغضر ثق ما تقول المحيب بذ المود دنغر إلى الجرون أذا ون تكس غروة أتخذ مم أين سارة تضع التنغيث مثلا إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم يحمي يغدي قال حمي غمس ليلة إليه يصعد الكلم الطيب يحمل لمس ليلة عليهم مريا لغر ورسم تفلش تيك تسيين وويل عي مرض يهضر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السنة أغدم كي غدي قاري قرد الكلمة الطيبة صدقة الكلمة خزرت كان الكلمة الطيبة صدقة ومرن مقي سيد ربي سبحانه وتعالى دي قرن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن والرسول صلى الله عليه وسلم دي قرن الكلمة الطيبة صدقة معناها دي قرن اهضرين العادين أكخلصا أكديك صدقة السفغ دم سلي العاية أم كل مسلي الهنا دي فغند قميك يخلصك سيد ربي تسوى ذلك سوى في ويك تسعي الصدقة في الاس ما كيتورشين صدقير نكون يغذي الصدقة تذقين دي فغند قميك ونغ ونحر زرن إما ونغ بشد السفغ ذلك سين عين العاية أمس لا يلها نحمي ثربي مس أصل صيون أصل مضفلس أصل إذا أمس لا يأتي شرهن كسر في يوليك هاقيك صدقة في كذا ما كنت في كذا جبطني دي الجيفيك تصدق سيدي ربي أكي جازين أكي جازين في اللاس أكي غير مثل والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إن دوين يؤمن يؤمن صرب بين اليوم الآخر إن دد يهذر أمس ليل عين نغذي طفيميش حضرت كان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت معناه لو كان الخزر نحسن مليح ولكن ليصمت ما نشوف هذا طفيميش معناه لا الخطورة ذي الكلمة ما عليه سعال دونجي ووي كاين الرسول صلى الله عليه وسلم اين دينا سيد ربي ستي دينان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا اوي اوي سعال خطوره ثم قرحت لو كان انا نسقسي لو كان تهضرني قد الا ندخل تم قفريني قد مثل عند السنين اي قد ميك خاف ما كيلسا ونسن اذكرا بالك اغس خويا انا نغير أشحال دينا أنا ويد وين ذا وين سيدي وين إذا الإنسان دائما وأبدا أذي السين ذا شنو أذي السفر أذي تسمقية أذي خزر أهل ترى نادي يهضر ثقيوث في سنين النظم ذا شنو غير دينين وفي ثلاثة النظم أروند ذا السفر وويس يقثيث الأسئلة قد تسوي العبد الزخر قول لغيس دائما أهل ترى نادي يهضر في ثلاثة النظم ذا شنو غير دينين في ثلاثة النظم أروند ذا السفر وويس إذا قد تسمقر دائما أروند أكي السفر أكي السفر وويس أكي غير مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يند أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك يند اطفمي ثم زوروه وقيد ثم زوروه ازديف كان ذو الوصية يوصحبي الجليل عقبة بن عامر ينس اطفمي ينس قيمة كخامي نقارن كوني غذي المثل نان كوني قيمة كخامي كذي يغزي في عمري مشي كان كمن ولا تكرم سليدي قيمة كامل يسعى غزي إذن أكد يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قندوه بكي على خطيئتك والإنسان ذي تسرون أفل غلطين اسم ذاك الله ماذا قلنا يخذ ميس إذن أواي أي مثلا ماشي ذا الريح كان يدي تفغن دقمي العبد ذي طيج إدي تسكن تفاث نغتشي مسي الصرغين يودكست محدش ما تسيلي غكا إما غذي اللي ذي تجدي في كتفاث وإما غذي اللي تسيلي البعيد عن جور بن جنوبني تشمس الصرغين العاقبة قواير وين دا يشوفوا غيث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد معاذ بن جبل إدي حكو معاذ بن جبل إسقسى الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي رسول الله هل نواخذ بما نقول أهل طرق غي حاسب سيدي ربي وين ردنيني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سيدنا وصحابي إن استكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا 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 حصائد ألسنتهم إن أظهر ذرًا خرج وذ إجروح سخن فوش أكجين إجش أرجهنا من حشين دقيل سيد الصوت الغرغرس قد زرتي مثل أن يعني بش أسن في كزار ويجينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة يند خذ من الحجاب يقرك جهنم صدقة قرنك صدقة ترفع البلاء إنسان صدقة تجد تقرير خدم الحجاب يقرك دخل لك ولو ذن نفسه ثمره ونفسه ثمره اتقوا النار خذ مثل الحجاب يقرك جهنم الوقاية غير ونذ جهنم ولو صن الصوت مريو يند ولكن ماذا قلوا للشيط مريو يند الكلمة الطيبة أوي العاية أصل الصد إذا في ستهضر أتسلم في الناس دوم سلي الهن أقيك أقلك أكين جوسي ربي سبحانه وتعالى
دي جهنم. خزرتين مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كي دي قرض إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. أدي هذريون ورجز ينوم سلي قيني حب سيد ربي قيني الهن وسيد جل نزل الذي جعل النفيد كنا كي وسيد ربي نثير في الدرجات أثير خطر ذم سلي حب ربي يند، ولكن لا يون أدي هذريون سلي وسيد جل نزل نسخط سيد ربي قيني يوجي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أين سات حزن ضيع ذين سات وضع ذي لي تهنك شيت شجرات أتصل سيني حبيب عادي أنا أصحى ذا نتفرق أصحى ذا اللي في فيسي تهنا ذي مخيس أصحى ذا شكش ما الشوال وتسجانا إدارة جيف أشكش ما بالبلان أدخل جيوث الفاميلا حش ما ذقلا تفرقت أي أنا أخيك أدي قرا وسيت قرا نزل يند مكيد قرا الرسول صلى الله عليه وسلم يند في ديوين ذي الكلمة إني غاثي ديوين ذي جهنم ذي كيلين أن 70 خريفة ذي ديوين 70 سنة تكيين ذي جهنم ذي السنة ذي ديوين ووين إني غاديينك التغيث مثلا. إذن إلق أنا عقيب اللي ماشي وحذيك اللي ذي دونيث إلق تعقيد ذي اللي ذرا حر إلا وين كتبنا ماذا مسلي لهانا ماذا مسلي ديرين يقرد سيد ربي قويس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أكيد يقرد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا الملك كتبنا ماذا مسلي العاديين ماذا مسلي ديرين كتبيت يقرد خلق جواريس إن أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون إن جعلوني مستوتيون ذقم الزغر ومزغر أهدر نستوفر جعلون ولا شويس نسلان إن سائغ الملائكة إنو كتبنا ورسن دينا كردينا ألثي كتب فلسن أقردك أكان أيث مثل إذا قنع عقيك رقوا ولا ديني العفظ مرة مكتوب فلس وستزمر وستكذار زي ولكن يزمر ذي يتحقق أروين أروينك إني غاثق وذاك قيم لك كذ جوث الدشرة جوث الدشرة خطر الواقع درد الفعيل من سيدي ربي من سمقي شوية ونغنوية جوث الدشرة كاقي من ديد الجماث إيه درد إليون يجهد ذيغو يدحك تصغر نسحب تدثني إنيك من بعد إمد وإنه ألده در أين عند قيمس النفيد وبلا الحياة بلا الخوف ربي بلا بلا عند قد يون مسكين يون وين قد ينطق لكن اذا عيفان وسعار يون نفوس كان يستخدم عند قد غرغرس الناس فلان والهار بزاف يهضر قد هضر ذاك الناس ماشي واحد كيف اللي الناس تي واش ولينا لا تسمح حتى المره ذاك الناس يلا الصندين كاين عقبيه ذيك عقبيه ذيك معناه ذكرتي شي طاح بلي ذا حق انسان عقبيه ذي عقبيه ذيك هذا شنو غادي ينطق اشي انا وين باش نخسر اين هادي فوندك مي هاتير مسؤول في الناس الناس زريد الناس اشو دغافوس هو واشو دغداريو انا نغن كي ديك شي نفوس ينفوس استخدم الناس اشو دغافوس واشو دغدار وانا نغن كي شي نفوس سبحان الخالق خزرت الجواب ديالها ولكن تكمي تمثال تخلاص يفوق النجمان ديال اليوم نروح خميس ارجزني نروح على فرنسا يغي دروس المده ثم شطوح ايمي ثقوفنا لايروبور دعم كي تدو فان ورجزني وفان تتستعوزين سي كيحو وفان تدي باراليزيون افوسني نس اكدو دار النس تشدن اماكن اثني شد انت سوا وينس اسني دي شد سيدي ربي مدي صوب دي لافيو اذ ناقل سيمانيك بلي اين دي نظرك مسؤول فين 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 يضرني عاقل عقبيه دي فقد كبي اكنيت مثل ما يولي العبد يوم القيامة غادي زرينك يكتبك الملك فويني نسي إقهدركني أذينا سبحان الله أفي دغار وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حاسبا أفي دغرض أتي السنة دغرض أكسي وضيحا حشو ماذا قلت ثم قيد تكتبتني ما تزرد السنة سبحان الله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى سبحان الله تكتب أوين نغثي دوسي غير الزر وفي غثي ديش وكتب خذ مغل الحاجة ثم شتي طوح دريان دي توفي غثي ديش وكتب ذي أدي قرسي ربي الخالق سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سيدي ربي ولا يظلم يون إذن أي مثل الإنسان أولي لقرن أن حقر أمسلي أمسلي مشطوح إذوين نقزمان أدياس أدي يفنو إذوين نقزمان أدياس أدي السدرم المهم الإنسان إلاق أدي عقل أروان دان أثي السفغ وبيني ذا شو غادي يوين مذين العالين ونغذين ديرين وين دينا نواي وين دينا نوال أذي مث ويقرر أذي مث ولكن أول الإنسان ذي قيم خطر يكتفي التاريخ والتاريخ لا يرحم أين أدي فغندق ميكا ذي يكتب أهل تارض الرحمن أي تصوض في فيس
ماذا قال ذين العالي غد نظر رحمة يتصوذ البابيس ولكن ماذا قال ذين النظر ماشي ذا رحمة يتصوذ البابيس أتصوذ البعيد غد جور بينجو الممنين اللعنة ماد مكينا وين أتصوذ أشيك تصوذ الفرعون ذا اللعنة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين أكيد يقر سيدي ربي سورة القصص في اللسف فرعون إذن أنخذم أين أساغي تصوذ ويني الهان ما تذكرني شخص صوذنا الرحمة أدن السفر أين الهان دي قمونا أكي غيث مثلا السعادة ذي الشقاء أريس عدي لعب دي ثوذة ذي نس ذي ندفغن دي قميش ماشي ذي النظر يقال عقل لك أي مثلا إذن أوي الكلمة الطيبة أمس لي العين ذينا يصيحن غير الغاشية ذينا دي السيسنا الرحمة غير الغاشية أثر حذف في السينو هذه لا رجح أثن طرد هذه يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري إن أمكدينا إن ديني الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على صدقة يرضى الله ورسوله موضعها قال بلى يا رسول الله قال تصلح بين الناس إذا تفسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا إن سك من الغيوط الصدقة ما صار سلقم كنين ذام كان يسن صح إذا شوت يا رسول الله إنس ماذا قل النوع أتصوّد غرسين النوع نسوع ذات نتفرض نترضى عذين ماذا قل لم بعد نسوع ذات نترضى قرفا وذو نشتاقين إذ الكلمة الطيبة يقرد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه إن دي نير إن دي الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقات إصلاح ذات البين أفضل صدقة مرين نسين عذين رثرت عذين سوى وين نكمل حنا تشوف هذا كندقمي وين أفضل صدقة صدق غنش غنش تنين مثلا الكلمة الطيبة تشندي تسوي للمحبة تشني تكسن تاع ذوث تشني تسرنا ذوث ترى ذي حبيب ما قدي لي وانا وين ديرين تشني ترى ذا ستدي عايف اهل ترى وس وس ثم سنية إيقال قلك إن دخي قويس قويس سنصلاس أجد يغال ذين العالم كدي سما قايد سواوي ست العين سخت زوري لهان أجد يغال سكشن دار دخي قويس خطر يضرك كشني ثنفات يضرك كشني فكي دين ندير كشني فكي ذسين العين وذن شتاقيك حمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أتزرع هذا المحبة ذقولون الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قاشف قالف أفشوا السلام بينكم يقول لي إنك مذحش من ثيج نذحش ماذو منهم إند أرثو منهم إند أرثو منهم حاش ماذا قل لثم يا حمايم قو قراون إند مثم يا حمايم إند دون دمر غدا شو غاتخذ من باش اسم يا حمايم قو قراون إند أفشوا السلام بينكم أتسلم أفق ما كين سي ما تسلم ما تسلم تمور تسين دارا أتسلم ماذا فين تسلم تسلم ماذا فين تسين دارا واتسخذ ما أمكا تسيصد السلم أتسيصد السلامة أتسيصد يهنا الدخي من المجتمع يتعيشد على خطر يفكك ربي رحمة للعالمين أما كنت يقار إن فيه وش صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين أكيد يقار لكل مسلم مؤمن وما أرسلناك يفكك تسيد ربي ذر رحمة للعالمين والخزري من أي مثل ماذا قال ذر رحمة للعالمين الرسول صلى الله عليه وسلم أمكي دينا إن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يند الثمن مرة حاشا ماذا قلت حميضي الغيري كاين تحميضي مالي وقيد الميزان يغرى نسار سيمان باش نزر اهل طران اني ذا يقض ذي المستوى الايمان نغيث مثلا الكلمة الطيبة تقيت تقريب دي قاذ يقاذ ينبعاذن يقاذ ينبعاذن تقريب ذن مرين المؤمنين يقحب ضربين يقدمنا فوذ مربين ثوذر ثنسين فكان شوذ مربين ولكن تفضل ميو السنرة وقيد الاسف الشديد يلقى المؤمنين اذم يحمين بيون المؤمنين اذم قرب ادنا ذي ذي المؤمنين مكتشات السنر خطر نشتاقي ذي نغين فعن ماشي كان ذي دونيث باش اذي تهنين ويونغ ولكن تسلي الشفاعة يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد المرء مع من احد امكدينا يند العبد ذي لين ذوين يحمي يوم القيامة وما تصن ده حبيب سيدي ربي قال ترى انت سنه في روحها الجنه كي يجيك تبرى اسين السنا سيدي ربي وهنا تصين زول كيداز تصين هضر في الله تصين قيم ديال مجالس العلم تصين ادي ازد ادي هضر ادي سعون ذا شادين باش سيدي ربي اكيد ينقذ اكيد ياوي اكيد ياوي غير الجنه ثم كنلقى روح انسان اذن المؤمنين مطلوب في الله باش يعني اتي مسني قالون باش تي المودة الرحمه قالون باش ذينا كن يوين غير الرحمن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى الكلمه الطيبه تسقيك تسكسن افولون المحزونين ديال المهمومين تسكسن الجروح تسكسن الضغط تسكسن الغل تسكسن الاحقاد تسكسن تزيد ديغنو يوم الكلمه الطيبه تزيد ديغو يوم إذن أي مثلا إلى أذن عقيب اللي الأمس لي العين حشر وين العين غير السفو وين يكتسوين إذا تسوين إذا فيس المحبة الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم رب الخلق كده قال قويس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الإنسان ماذا قال يسعى الإيمان بالعمل الصالح وكرق وين يدفغن دقميسي سرق سيدي ربيس أسيفك سيدي ربين المحبة الخلق
تحمين اكي زريون ثانيه واحده كي درست ولي سلك كي حمي اتكشم دار داخل كويس وثقين ذي الميزان في كاس ربي المؤمنين ايث مثل الكلمه الطيبه صدقه زرت كان ايث مثل اكيد امرس قل عبد ايدي السفون امس لي الهان كان ديك ميسو دي الفغاره وين النظام ايث مثل الكلمه الطيبه تسالي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تشريه ثاغوث سالي غير سيدي ربي الخالق اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الى قناع قيه كيف مثل امس ليلة يحمي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اسيدي نظ غاس ماذا قلنا ذا وربي وصدر امس ليلة ندير ماذا ذا وربي وصدر امس ليلة ندير ماشي مو الا ذا الدين كصدر امس ليلة ندير لا وقولوا للناس حسنا اتهضر اكن يبغوي للصفات اكن يبغوي للدين اكن يبغوي للاصلين اهضر سمسلي العين على خطر سوينا ارث احب الاسلام تكيد الرحمن الاسلام ايت مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اسمك شجع سيدنا موسى عليه السلام ظهارون سيدنا هارون عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم اش قعدنا الفرعون وسين نرى او الطرور سنا عيثس نهضر امس ليون لها مشاكي سنينا ايناس ذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ايناس هضر ثسم سلاي العايه ماذا قال ديش تخشع وليس ماذا قال ديا قال ادي بعد شطح الرحمه ذخي قوينس اكيت مثلا وفرعون وسعر الرحمه ودي يغير في ضربي ويتخشع ولكن باش يخدم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يبثي دي ثقاف البحار يصغر فاغرقناه ومن معه جميعا يصغر قد سيدي ربي وسيدنا موسى سيدنا هارون عليه السلام الكلام الطيب ندنا لكن ذو النغيوفل هل ترى سيدنا موسى يصغر قد فرعون؟ هل ترى سيدنا هارون يصغر قد فرعون؟ لا كنتيني نخدم الواجب يكس الكلمه الطيبه ولكن سيدي ربي يد الله في الخفاء خدم الشغيش وسنت كسر العامل سيدي ربي انا نخدم الواجب انا نكون من العامل سيدي ربي واحد سيدي يخدم اذن تيك صغار قن فرعون اي مثل اذن الانسان المسلم الى دائما وابدا اذي السين امس ليلهان اذي الشفق قميص امس ليلهان يقرب سيدي ربي القويس لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما حشم اين ديوين انفع الصدقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتزراد الرحمه قولون الخلق ذيكس عن نفع امس ليله في دين العبد مثل اذن الانسان المسلم اذي عهد سيدي ربي ودي فغرة دي اللسانيس حشينك حب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يثمثل اسمي يروح ذي الغزوة غزوة حنين دوك سبوس ويستمانية ذي الهجرة يمديو غاي ذي الغزوانين صرت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقول ديونهم كلمة قرن الجارنة من بعد يفرق الغنائم انخزرت الكلمة الطيبة ذا شي تسوي الكلمة الطيبة يمكفرق الغنائم يفرق اسم ويفكيس لأهل مكة المسلمين وذا النين حديث الإسلام يقذن كان مازال ويرسي خال الإسلام ذا قوية ونسن يفكيس الغنائم يزقذ سنطاس والأنصار وسن يفكار مرة كل إنصار يفكيس دروسنا وسن يفكار يروح ديون ورقز غير غرس الناس يا رسول الله الناس القسمة يجي قسمة غير عادلة يدخل مر الناس يون تفكذا شون استفكذا يسي النار رسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ذلك خدم خلقه القرآن الكريم يزرد شيء يخدم الناس ويحك الناس إما ذي قلنا واذي غارين كيني غاني وكزمرنا ذا ذيادل ذا شو ما يسيس قذار مسلوية الفرفلاس إناس رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر إناس ذي رحم ربهما موسى إناس يتشوذوا أكثر ويقين إلي يسوي صفر ويصفر الرسول صلى الله عليه وسلم أي مثل بعد ما قاعد دور قزقين الأنصار غضبني حي. شجع عندي أن الصحابي جليل قال السعد بن عبادة رضي الله عنه يروح دغ الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل رسول الله القسم يجي تخدم ذاك يعني شو الناس الأنصار الناس جافني سان شو تعبوا يوم سن في الليل الناس أمشي أهل مكة الناس كذا صن مرة الغنائم الناس نكون يذ جذار نكون الناس دروس يجي ينفرن يكفوا كوين ندير قرنا الناس كشيني يا سعد يقول عندك إيشين أنا كثر العقلية إيشين الناس إني امرأ منهم إنس امرأ من قومي إنس كذيون ذي القوم منهم معناها ما كنت سخمي منك سخمي من سعد بن عبادة رضي الله عنه إنس الرسول صلى الله عليه وسلم إنس جمعي ذا الأنصار ثنوي بعد إذ مثلا خزرت كان الموقف يعني يحب ربي هذا كل يوم أذي خزر مليح ما ركون دنسان يقول لنا نقوم كان في محمد صلى الله عليه وسلم يقام زاثنا الأنصار أتزر ذا شو مسلي يسني السفق يمديج مع الأنصار ذا شو مسلي نغي ناس يا معشار الأنصار يهضر أصلي الأنصار إناس الأنصار إناس روحانا غوروان إناس يفا كنت تصد للرم إناس يسفه بي كنت سيدي ربي يسير
إنس وفيكونين وفيكونين ذا ذا ونذقو غراون إنس يركن سيد ربي ذات مثن ذات مثن يسي إنس وفيكونين دل فقراء ويغنكن سيد ربي يسي إنس أكيد لا يحين غير لنسك يا رسول الله وزمن هذا نكره أم بعد إنس يكونوا إذا شادينهم وسوس منو الدينار وسادة شا سيد بلك ساندة شا دينار ولكنو الدينار الرسول صلى الله عليه وسلم ده درايه ونزاتس صلى الله عليه وسلم إنس يلانو كان دينيم ذا صحيد نال مثل نمد الصح الدينين باللي نشوف عن كده دي مكان نقول كده نكون ن غريب خام النقص عامي حق هجم ثذان كده خذ منك خذ منك الجيرة ذا نكون يكين صار نقص عامي حق روح عند المهاجرين دي مكة المكرمة نفرقين سن خام النقص وين نسعى نسعى من الحق أكيد لا حين غير أنا سكيد لا حين رسول الله يعني ود وسألناك وشو مسلي يا ردينين خذ هنا دينين هنا في دين سان الرسول صلى الله عليه وسلم إنس يا معشر الأنصار إنس لو كان أسنفك ويجي حديث الإسلام إنس درس يجي دكش من الإسلام لو كان أسنفك إيرغمان أسنفك ما عايز أسنفك فقرين أسنفك الذهب أسنف كلش إنس يكون وين تسوي من فين محمد صلى الله عليه وسلم ريخ خامن وندش الدينين ذينا غلينا سن السيوف سن الغلقاء إذ ذني مطونا من في اللحية سن مرات شو بلت ذق مطونا على خطر ذي الحقدنا ننس ذن الأنصار استغفرن أي مثل والرسول صلى الله عليه وسلم يدعيس إنيش أي قد خذ مكان أي قد ولاش أون تنين كار العبد وأون تنين يونج مرادة وأون تنين كار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ونساء الأنصار إنيش والله إنيش لو كان ذي أثب عن العيفة الدنيا مرة وفريد والأنصار تبعن يون وفريد الناس اللي كانت تبع غذاء من الأنصار الناس ولو للهجرة لكنتم من الأنصار الناس اللي كان مشير للهجرة يجين خطر الهجرة يكسمان العرض باللين من المهاجرين الناس اللي لولا الهجرة الناس تسمي غير من الأنصار خطر فيه مثل أن فيه وشبيح صلى الله عليه وسلم إذ دون كان ذي الكعبة يتمثل من الطويف ويجد النماذج أن الكلمة الطيبة إذ نقوم إذ الأدن سوى كان يدرس قبل بفضل الله وبرحمته إمي رسول صلى الله عليه وسلم إمي خدم الطواف ذي الكعبة أي مثل بعد الدور يستغمر فيه القنص فضالة أي يستغمر ذي الكعبة يقصد بشدة في نقص من غوث قبايا ثينه بعد جبريل عليه السلام إليس يا رسول الله إليس أثنى رغورك فيرنين إليس غورك كدو خطر رسول صلى الله عليه وسلم زمانا ثنغان يعصمت سيد ربي سيد ربي الخالق إليس غصت نقم الأنبياء ذا الرسول إلا نقبي ولكن وقوز زمان ما تنغان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أكام يعصمت يونو زم كانت خزف إليس خذ من يونو ينجي حالا ذيش خطر أسيف غار سيد ربي يعصمت خلق سبحانه وتعالى أم بعد أسمين إزدي جبريل عليه السلام إنسان تفضل دفيرني أرميه يوفي إنسي أفو بالله شي خدم ذاك إنسان رسول الله طوفي طويفة إنسان يقصد بشدة في نفسه أتوذ يمان إسأل سفو سيسا في إذمار نسي اللهم طهر قلبه إنسان ربي طهر أولي طهر أولي يقول فضالة إندر مزال ديك سفو سيسا الرسول صلى الله عليه وسلم في إذمار نيو إنسان دار قرار يورد في كوف الناس إندر مزال ديك سفو سيسا في إذمار نيو قرار يورد في كوف الناس خضر في إثمثل لقمان الحكيم ده شو نسي نعيميس إنيس أمين إنيس لاني مسلين قرن أكثر جزرو إنيس أرزقه أكثر نصفر إنيس قطعيه أكثر تسجنيت إنيس أرغان أكثر ترقيف إنيس ولكن أولون دل مزارع أولون ذهران إنيس الزرع ذيك سن أين يلهان ماذا قلنا أديه ماذا ذيك سن وطاس نغديه مغالا ذيك سن وطاس ديه مغشوه أكان يتمثل إذا تقياد أن زرع أين يلهان تقولون الخلق يتمثل مالك بن دينار رحمه الله يسعى يون الجارس دل فاسق ذقيض وثني تسجر وكيف تصل الجيراني مرة ذينا غدو حد يسكر دروحني مدوكيس هذا أفخذ من أما كنت أخذ لسوارين الصوت من الجيران يسمين لن وذاك يجل حوار إنسان رويين أتسع قضن كيراك وان دان يوزين ولاش ذا شازن ديوين خطر ينيك وينا غمتان يقرب شطوح على الخليفة أما كادنين يخدم العبد الدوية الخليفة الوقت النيم أم بعد سنة يروح دمالك بنو دينار يروح على الغرس إنيس يورقز إرجرني نسي إنيس بزافة يقف خدم ذاك إنيس أثني الجيران كسوفرين إنيس لن وذي جل حوار إنسان أفغن إنيس أثوق الضرار بين إنيس أشتين في الله إنيس شتين دسني عجب شتين إنيس ماشي دار دويا رشتين إنيس شتين أرسي دار بي إغار شتين إنيس سيدار بي غفور راحي إنسينا وين سينا من بعد مالك بن دينار يدمر خطر ذا ما قد ينال العبد كان وكان الانسان اكثر شيء جدلا الى ما قد قد ينال غفور رحيم شخص كم يغيد مالك بن دينار الخامس من بعد ما يقتص
يند مازال يروح روحني قص كان يند فديد فديد رون زغي ذا شي يدينا يند ينين خاطيك تخراسي والقز نين وينك نيوم باللي غفور رحيم كان يلهنيس ينس تؤخر سينا فلاس يند مالك ابن دينار يند ويدير يسار كوين صحرا من المرض يوض الفجر هذا روح على غورس هذا سحكوا ثم سال دقيقة يند قفل الفجر يند سكات غادي تقول يند قلنا يجند كشمغ كشمغ غورس يند الناس حشك شمار كشمغ بعد بيك شمار غورس يند كشمار غورس يند الناس يلوى يلوى يند حكي غاس ثم سال تمشي كذا يند ديدي غال الفجر الفجر الصبح ني ديدين ان دغسن ولا عاود ديج تظليت دغسن ولا عاود ديج الفجر الصبح هو نون جار الفجر الصبح ويتشجرك في ظل النظام كامل يتخرك وينك نك خدمك ني ويهدى السيد ربي غارو فريديس اي مثلا لان كان الاخوان الدعاه اي مثلا الاخوه رحنا الولايات المتحده بقيت كان يعني الولايات المتحده بورت امريكان نخدم الدعوه انسان جون لوتان قمن هرغو سندينا ما فوق الشغل ينسن بعد فغند كشمد دخلت كاروس تروح نقول قرا يون دينا امي قول امي قرا يفكا يون لابيل تليفونيك يا هضر يوم داك كاسي بعد من بعد برميك فوق يكشمسنا دخلت طوموبيل الحان الحان كاسي بعد الحان واحد ثلاثة سوايع تيكيون من بعد ينطقي وين نغار وين داك ليسي الناس هادي تسلم فلاك فلان اني سبحان الله عندها توايا اني ستوري سوي غدي التليفون ينسى تنفزف كي تخدم داك ينسى زرد بلي لا فاكتور نخلص ديال لوتيل ينسى تيكارا لا بيلا كي تهضر داك مو تيكارا ينسى محت في لا غدا نوغاي ثلاثه سوايع تيكي ديال لوتيل بغاو غاي نرمي ديال لوتيل نغار دينا اكون هذه نقدمنا في نطوف ني كيخدم لك ندي استقبل لكن ثنيا الناس خزر كان لا شومبر كذا وكذا الا ما كان تليفوني كيسوق الصرا يعني شنو فاكتور كان نخلصك وتي كراس داخل اكن تخزرت ني صح ثنيا الحمد لله هي دوغايم ثنيا والله لو كان دوغاي مرا في لابيل كان اللي صافي استخر ذا معلم غامي خلصنا كدي لابيل تليفونيك من بعد السقسه ثنيا خسر وين يتخمم من يتخمم ينيس ثنيا شو معنى ديش كل بوشينا مي دوغايم مش يعني وكدرات مرة في الحم كذا وكذا بعد ثو غيم در ذقيه إني لا ماشي ذا نستقي إني سو قد دين غير دين أناك إني سو ذي دين نغ ذي حرام باش أذي لين أذي تشلعب ذو ويض ذي الحرام باش أنخذ ميوذ أدنا كرام وثن سخلي سارانا غد ناوي الطيابان ونسن تسال ونصرانا ماذا قلنا أنا عايش زكا والدين وثيق بيارة سيدي ربي وثيعفارة سيدي ربي الدين سبحان الله فني صافي دينوني دين انا كان فني سي ماشي اخذ ما باش هذيك الشمغار هذيك الشمغار غرس ويميس ومن الناس امكن الشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله ونطقت بشهادتين وتشمد غير الاسلام في اليوت الكريم كان يتمثل الى يون من الدعاه كي خطر من الكلمه الطيبه وتي سعن ذا حبيب ربي حبيب ربي ما دي السفر الكلمه الطيبه القضيه السفر اشياء نص السفر شوف لها يروح يون داعيا سينا كم خاصه من جوجل سن سنغن من بعد ولا شكون جملتني فروخ خاطر يعار والقزني الخصم اللي نس يعار مليح اما قد غرغرس يهضر قد غرغرس الناس نكرو حاس هضر اما سي يهضر سي يهضر الناس سمع صوا الضرب يهضر اسم مره يعني بلطف شو مسلي الهانس الكلمه الطيبه ما كاد نقار وين ثغرس قمتي ديش ما قيه دراسه كني ذا شو غيزيد يخدم ذا ينك وتخمم دارك هذه خاطر كيزيد يخدم قضايا بسقط غفوذ مش قضايا اسس في ذي غار وذم قضايا ولكن داعي قداش سينا وحبيب ربي سبحانه وتعالى إنيش ماشي دوز مي بيك دنيا ما قيتي دنيا ما قيدوز من سيدي ربي إنيش ذمي وما عليش يرنو يدا في ماني إنيش ولكن مقيوذ من سيدي ربي إندو إنا ذي مكنس الرغس ووالقين إندي نفروع وذني سيو غير ذورا غير غير إندو ثمسة فلان ذقو إنا ذقو إنا ذكي ملاكنا إندو أرث كميارة غير زيف الكلية مثلا الحبيب من سيدي ربي الكلمة الطيبة الأحنف ابن قيس يتشتميث كيون له درس إثبعيث ولست شو يسي جان ولش أثنى بشتة تحدي إيش دومين ما ثلاثة تقرير شر الأحنف ابن قيس إيش إتبعيث إثبعيث ديون دفير أثيت شتم أثي تشتمو سي جاركو كاريتشو اتفاقو ايه درس ولاش دي شومي سي جا ولكن الآن في منو قيسي الحوم وانا يتبعي الذفين سبحان الله رمي قضى بأدي شما روكارتيني يقزدغاكن حنا في منو قيس معروف السلحي المينس حمين تيغاشي مياه بيه يقيفد غرو صغر وينا ينسى ويدي ينسى ما ذكر بيه ينسى الحبس كان دقيق ينسى كم يدي هذوري كفي ما ليكش تمر نور 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 ولكن مثل تفوق ضغاي ينسى خطر ما تكش مذكرتي ينذي ينسى ينقد بلي تشتم ضيا ينسى دقيق دقيق ينسى من غارك من عضه ينسى خلاص عقيدة كا وش من غارك من عضه إذا نسأل في جوجل ماشي دينا كنز دي قرأ كنسا ينسى وكان تكش مذكر كارتي ينقد دقيق فيلك يأخذ من دقيق ينسى من غارك من عضه كم يدي هذوري كلمة فوق الطغاي سيجي أكن غير مثل أكن إذا حبيب السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى المؤمن الديف غيلي
أم السراج أم اللامبول الشبحان تفافي ديتك إذا قد ناقيك أي مثل الميزان السعادة للإنسان أما السعادة إنسان أما الشقاء إنسان إذا قد ناقلك وقولوا للناس حسنة وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين إذا قيك أي مثل أغد يهضر بغلو بريدس إن شاء الله اللهم لين ألسنتنا بذكرك وشكرك وأصلح قلوبنا بهدايتك واغفر لنا بحلمك وارحمنا بعفوك وفضلك إنك غفور رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.